الإضافية المطلوبة لتشغيل آلاف المتعطلين عن العمل، وإلا لماذا هي الموازنات؟ هل فقط لننفق على حكومة أصبح عملها روتيناً لا يحقق حتى لا يحققها حتى أدنى درجات النمو المعقولة، ولا تسعى للنهوض مجتمعها؟ وفوق هذا وكله تقحمنا الحكومة من غير ما جدوى متناسية التاريخ الأسود في علاقتنا مع الكيان الصهيوني، هذا العدو الذي يفاجئنا كل يوم بقرارات مشؤومة، فمن نقل السفارة واعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني، إلى ضم الجولان، إلى ضم نور الأردن، إلى ما تمارسه بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، إلى زيادة بناء المستوطنات، إلى تقحمنا باتفاقية الغاز الذي يرفضها شعبنا ويرفضها مجلسنا، فشعبنا الذي سوف يجبر على التطبيع مع العدو من خلال هذه الاتفاقية يرفضها تماما، يرفضها بخيرها وشرها، يرفض العدو ويرفض التعامل مع العدو وأي تطبيع مع العدو، لا بل ويرفض كل أشكال التطبيع. لن تستوي الأمور يا سيد الرئيس، زملائي الأعزاء، بدون الإصلاح السياسي، فأمام الإصلاح السياسي أو الإصلاحات حواجز ومطبات، فكل مستفيد من عدم الإصلاح يدفع باتجاه تدمير أي إصلاح مهما كان بسيطاً حتى وإن كان دستورياً. الكثرة ترغب بالإصلاح السياسي والقلة ترفضه، هذه القلة التي يقال عنها متنفذة ترفض أي إصلاح، أي إصلاح يتعارض مع مصالحها، فقاعدتها يموت الوطن وأحيا أنا، فلا مانع عندها أن تحرق بيتا من أجل أن تولع سيجار. وليس هناك إرادة حقيقية للإصلاح. في غياب الإصلاح السياسي من الصعب الحديث عن الإصلاحات الأخرى، فهو أبو الإصلاحات، وأي إصلاح آخر دون الإصلاح السياسي سيكون منقوصا. ففي غياب الإصلاح السياسي لن يكون إصلاحا اقتصاديا ولا اجتماعيا ولا ثقافيا، لن يكون إصلاحا في التعليم وفي الصحة وفي النقل وفي الطاقة وفي غيرها، لن يكون فصلا في السلطات وسيبقى تغول السلطات على بعضها بكل السبل والأساليب، لن يكون برلمانا حقيقيا يمثل تمثيلا قويا للشعب ويعبر عن إرادته، لن يبقى نائما يتابع المسؤولين من أجل الحصول على خدمة كفتح طريق أو تعديلها أو توظيف أو تشكيل شخص ما أو إعفاء طبي أو إعفاء طبي، فجميع هذه الأمور ستكون في السياق الطبيعي الاعتيادي وليست بحاجة إلى تدخل الناس بظل إصلاح سياسي حقيقي. الزملاء الأعزاء، الزميلات الأعزاء، تمت الهيئات مطلب طالب وطالب به كل المجالس النيابية، ولم يتحقق بعد إلا الجزء البسيط في ذلك، وسأحدثكم عن إحدى هذه الهيئات التي كلف وجودها 112 مليون دينار مباشر و130 مليون دولار قرض بكفالة الحكومة، ولم تنتج هذه الهيئة إلا صفراً، فلا هي أنتجت يورانيوم رغم حديثها المتكرر عن كميات تجارية اليورانيوم موجودة في الأردن، لكنها لم تنتج غرام واحد منه بعد، وفشل المشروع إقامة محطات نووية بقدرة 2000 ميجا وات لعدم جدواها الاقتصادية وارتفاع كلف التمويل ولعدم حاجة النظام الكهربائي لها، رغم تحذيرنا دائم ومستمر من عدم جدواها وخطورتها. فهل يجوز أن تستمر هذه الهيئة بعد كل هذه الخسارات؟ سعادة الرئيس، الزملاء الأعزاء، الزميلات الأعزاء، في خطاب الموازنة صفحة 3-4 وفي حديث وزير المالية عن الظروف المحيطة والعامة التي كلفت الحكومة في العقد الأخير 12 مليار دينار كدين عام إضافي خلال العقد الماضي، وإذا ما أضفنا هذه المليارات إلى الدين العام المعلن سنة 2009 أي قبل 10 سنوات والبالغ 9,660,000,000 دينار، سيصبح مجموع الدين اليوم هو 21 مليار و660 مليون دينار، والحكومة تحدثنا عن 30 مليار ونيم دين عام، فأي هذه الأرقام صحيحة؟ وأيها مصدق؟ أما الموازنة
فرغم ما بذلته اللجنة المالية من تخفيض النفقات وبالتالي قيمة العجز فيها والذي أصبح بعد التخفيض 1.46 مليار، إلا أنها لا تعكس طموح الشعب وخصوصا ما يتعلق بالتشغيل، فالمرصود بالموازنة بمشاريع الرأسمالية أعجز من تحقيق فرص عمل تشغل آلاف العاملين عن عمل، غير قادرة على زيادة الدخول المتأكدة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين. التي تأكدت دخولهم نتيجة المتمثلة في التعدي على جيوب المواطنين سواء بزيادة الضرائب أو برفع الأسعار وبقاء الدخول ثابتاً.